الحمد لله ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود، مين؟ الو، فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك، وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. يخرب بيتك. مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟ مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقول لك ايه، ما تقرفنيش. ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا. لا ولا لوني ولا زفت. قول لي لونك مخطوف كده ليه؟ يا سيدي انا مخطوف ولا حاجه خالد، ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى يا خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. اتكلم بجد، اعتريني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه، هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير هربت برضه؟ ايوه. الله، انت عارف كل الستات اللي هربت؟ مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا هربتاي الناس كنت معاك في عماره واحده من رغيك ورزلتك. والنبي اهرب معايا، اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه، ايه ده؟ عيل الرزق ده، هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا، هفتح السبيكر. الو، فين الرموت؟ تعطي عطيه مين؟ وربنا عطيه. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي، روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هتكلمه، يمكن عايزك ولا لا؟ مش عايزه، انا مش يا عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك ابعد يا خالد. يا كريم، سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجه مهمه، حاجه تافهه. ريموت. أسيب السطوح اللي تربيت فيه وكبرت فيه، أسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاي وأنا صغير، دش دوت بتاع أنكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، أنا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخم، أنا بوظهولك. يلا، العرب ساتي الجميل، لكل العمارة فرحت لما ركب، بس خلاص بقى أنا ههرب، هم يقعدوا يتفرجوا، إن شاء الله عنهم ما اتفرجوا على حاجة، بس أنا هبوظ كل الدشات. ممشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو، كله غلط. يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي، كل ده ريموت يضيعوا. يا رب. ايه ده؟ ابويا، ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا، بص ابويا كان برنس ازاي، وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول، لانه المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعولي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي، عود لي بتاع شهرين يهدوا عليا شويه، وبعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعد لي سنه يكونوا نسيوني، بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. رايح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية. هو فين؟ هو ايه؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسألها هو فين، لحد ما نسيت احنا بنسألها عن ايه؟ كده القرصان هيبهدلنا. ده ممكن يموتنا. لا، بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ هو مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون؟ يعني ايه؟ ما اعترفتش. طبعا، وهتعترف ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت هتعترف، لكن انتوا بقالكم 3 سنين بتستجوبوها. طبعا، هتقعد تقول لي بقى اوف بقى.
هات. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديت الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اخبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان عيب يا جدعان، يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بت؟ اكلمك اهي، ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص تستهبل، مش بتلك الزفت. فين يا بت ريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج؟ فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب؟ انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحده، ما ايه؟ ما قالت شلت البلاستر، قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود، صح؟ انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها. خايفين، انتوا خايفين صح؟ معلش معلش، سكو مرقص. ما بفهمش كلام. ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ. ايه يا عم ده؟ معلش مش هتفني. بقعد ولا اقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبسة الركالة. اسم الله عليك. ايه يا قمر؟ الله يخليهم لي. اتكي على الصبر وانا اروقك. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقة. انا راجل ما بركزت في شهواتي. انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا فينك. يا لو يا لو يا فضحتي. بريه يا بت، وانا هغتصبك بقول لك هقتلك. عارفة ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه، بقول لك ايه يا بت، الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. ايوه مش كويس قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. الريموت يا فوزية، الريموت يا فوزية بتاع ماما، لازم اجيب الريموت بتاع ماما، لازم اجيب ريموت ماما. قومي افتحي الباب. مساء الخير، انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قدها عشان انا هتجنن، خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه. عندي لاب. هو ده، الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. خد خد. اسمع اللي هقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا ببحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عند اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا، تعالي يا وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليم. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر، الريموت 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 بتاع امك اهو اهو. يا اهبل يا اهبل، امسك. الله يخرب بيوكو، اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون تبعت لي تاني. خد ايدي مني. خد دي، خد في خلقتك. خد دي مني. ايدي قرف. اوعي. استنى. يلا يا نمشي. يلا. خد يا عم. انت بتخونيني يا بنت. النبي يا اخويا، عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه، عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما، تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك.